الصلاة الإبراهيمية طبعا كانت هي أول فرج لي بعد الله سبحانه وتعالى. نعم. في يوم جمعة كذا جلست أصلي على النبي، اللهم صل وسلم على رسول الله، جلست أبحث يا شيخ يشهد الله عن أي دعوة مستجابة، كيف أدور لي دعوة مستجابة، لأني وصلت أقسم بالله أني لو أعلمك يعني بالأمور اللي مريت بها أقسم بالله العلي العظيم نقول هذا شبك خيال، ما ينجو منها إنسان أبدا، ما الإنسان مستحيل أصلا يصدقها إنسان طبيعي لأنها شيء خيال. أسأل الله أن يرزقك الجنة. آمين يا رب العالمين، آمين. هذا العوض جميل. هذا العوض جلست طال عمرك يوم الجمعة، جلست أصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ومسك التسليم من الصباح إلى أذان الجمعة، تعب تعب ما قد مر علي حياتي كلها، طبعا القرآن ما قد ختمته حياتي كلها، أثار الآفات هذه والكوارث اللي مريت بها هذه كلها الخير في منحاها قريب. صحيح. أنت تشوفه شر مؤكد ما فيها كلام، لكن الخير معه بإرادة الحي القيوم سبحانه. المهم رحت صلاة الجمعة، لو واحد يتكلم جوا يقول شوف جلست تصلي على النبي من الساعة 6 صباح إلى حد الآن ولا استفدت مثقال الإبرة، وكل ما سمعته أبدأ أصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. كانت النقطة الأساسية الفارق في حياتي ذاك اليوم اللي خرجت من الظلمات إلى النور. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.